أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير وبسلامة وبصحة وكل حاجة عسل. والله ما لقيتش مكان أحسن من هنا أتكلم معاكم فيه عن نظرية 80-20. إيه بقى نظرية 80-20 دي؟ بص، عشان خاطر انا تلاقي كلامي مش مرتب مش منظم، عشان خاطر انا مش كاتب سكريبت الصراحه، فهتكلم معاكم كده فاهم، على انا بحثته وفهمت عنه، عن نظريه 80-20. نظريه 80-20 بتتكلم عن الـ يعني انت ازاي تنجز حاجه كبيره ولكن في وقت صغير جدا، على عكس معظم الناس اللي بيعملوا حاجات صغيره جدا في وقت كبير جدا. تمام؟ فالفكره بقى في ايه؟ الفكره هو ان النظريه، بص معنى الاصح، بتقول لك ركز على النقط المهمه وبس. بالنسبة للحاجات الفرعية والحاجات اللي هي الثانوية سيبك منها، لأن هي بتاخد منك وقت على الفاضي. يعني على سبيل المثال، احنا عندنا فاينل، تمام؟ فمعظم الطلبة ودول اللي في الآخر بيجيبوا تقدير مش كويس بيمسكوا المحاضرات يذاكروها من الأول خالص، محاضرة محاضرة، وعلى الأرجح المحاضرات بتبقى من 12 محاضرة ل 14 محاضرة. فأنت انت كده بتفهم نفسك حرفيا، لان انت مش هتلحق اولا تخلصهم، ولو خلصتهم مش هيبقى معاك وقت انك تحل الامتحانات ولا تعمل اي او تحل اي اسئله. فالفكره هنا وهي انك حته انك تذاكر المحاضرات دي الحاجه الثانويه، فسيبك منها. الحاجه الاساسيه اللي انت لازم تعملها هي انك تذاكر او تحل، قصدي اسئله، او تذاكر ملخصات. شوف حد من اوائل الدفعه كده او دهيحه الدفعه وروح له وقول له انا عايز ومعاك ملخص انا عايزه كده. وعلى فكره هتلاقي ناس كتير جدا معاها ملخصات، خد منه الملخص بتاع المنهج، ماشي؟ وعلى فكره كل واحد فين بيبقى عنده صاحبه كده اللي هو قريب منه الدحيح، بقى خد منه الملخص. ولو انت طالب انت الدحيح، فساعد صحابك بيحور الملخص ده واديهم الملخص، عشان خاطر ده هيساعدهم جدا. طبعا انت هتاخد اجر وثواب كبير جدا، فذاكر الملخص عشان ما ياخدش منك وقت كتير. وبعد كده نبص على النقطه المهمه وهي حل الاسئله. حل الاسئله دي يا جماعه اقسم بالله هي اللي بتفرق معاك جدا، لان انت في الامتحان مش هتخش تلاقي حد جاي يسمع لك الماده، فاهم؟ اللي هو ايه، هو الزينر بيعمل ايه، الزينر ده الواد ديود في الفيزيكس والكلام ده. عامه اي حاجه مش هيجي يقول لك انت الحوار ده بيعمل ايه ولا الكلام ده. هو لما يجي في الامتحان فهو هيجيب لك اسئله، مش هيجيب لك حد يسمع لك نقط والكلام ده. فانت اقعد حل اسئله، السؤال ما تعرفوش خلي حد من اصحابك يحله لك، ابعت على جروب الدفعه يا جماعه حد يحل السؤال ده، كلم الدكتور خليه يحل لك السؤال. انت هتلاقي نفسك انت داخل الامتحان جميع سؤال هيجي لك انت هتقول انا حليت الفكره دي قبل كده، انت فاهم؟ وعلى فكره دي النظريه اللي بياخدوها طلاب الثانويه العامه. يعني طلاب الثانويه العامه في اخر شهرين اكتر حاجه بيعملوها، ودول الطلاب اللي بيجوا مجموع، وان هم بيقعدوا يحلوا اسئله، فاهم؟ بديهي جدا ثانويه عامه او مراجعه ثانويه عامه يعني حل اسئله. فكنت ثانويه عامه، كنت جامعه، ان كنت اي سنه دراسيه، نظريه 28 هتفيدك انك تركز على النقط المهمه، عشان خاطر النقط المهمه دي مش هتاخد منك وقت كتير، على عكس النقط الفرعيه اللي بتاخد منك وقت كتير جدا. وانا هنا قصدي النقط الفرعيه الحاجات اللي يعني ده مش وقتها، فاهم؟ ملهاش لازمه في الوقت، بالنسبه للوقت ده انت دلوقتي في الوقت الصعب، فانت لازم تبص على الحاجات المهمه اللي لازم تركز عليها وهي الحل. فانت لازم تقعد تحل اسئله كتير، مش تقعد تذاكر، وفاهمني؟ ف يعني ما تجيش انت تعمل في نفسك الواد الفهلوكه اللي هتحل او هتذاكر 12 محاضره في اسبوعين، انت فاهم؟ يعني انت اصحابك بيذاكروا المحاضرات دي بقالهم شهرين ثلاثه، تيجي انت بقى في اسبوعين حرفيا تذاكر 12 محاضره، وبقى انت كده مش هتخش الامتحان تلاقي حد بيسمع لك اسئله، انت فاهم؟ بيسمع لك نظريات او قوانين، انت تخش الامتحان هتلاقي اسئله. فانت حل اسئله عشان خاطر تقدر تظبط الدنيا وتكون في احسن اداء. حاولت على قد ما اقدر ان انا اوضح لكم الفكره، وكده اكون يعني زي ما بيقولوا كده خلصت. اشوفكم الفلوج الجاي، وفي فلوج باذن الله بعد يومين بالظبط، فلوج اوريكم يومي بيمشي ازاي، بالذات في فتره الامتحانات والضغط اللي انا ببقى موجود فيه، وازاي بقدر اتصرف، وازاي بقدر استخدم نظريه 80-20 في يوم يعني، او في وقت المراجعه او وقت الامتحانات اللي احنا فيه. وبصوا انا عارف ان انا مش ببص في الكاميرا كتير، لان بس في ناس كتير قاعده حواليا في الجنينه، وانا بصراحه محرج ما بعرفش اصور في اماكن زي دي. بس يعني يلا الفيديو خلص، كان 4 دقايق او 5 دقايق بالكتير، فاشوفكم الفيديو الجاي او الفلوج الجاي ايهما اقرب.
السلام عليكم.